نخليها اجمل واجمل بان احنا نقدم لكم مطربه وممثله واستعراضيه. انا مش عارف اقول عليها ايه، هي بقى تبقى تيجي تتكلم عن نفسها. سيمون الو الفرقة الجميلة مايسترو الأوركسترا العظيمة وحضرتك، تحية للموسيقار هاني الشمال، هتساعدوني في اللي جاي. ها انتوا كويسين؟ موت الإيمان أشرف هاني، مش شايفة كل الناس. جميل. ايه نعمل ايه؟ نغني؟ انت في اول صف. مش عايزه اقول لكم قد ايه انا مبسوطه طبعا بالغنى والاوركسترا، بس الاجمل ان انا مبسوطه بالموسيقار هاني شمال، وهو هيقول لكم حاجه عن الاغنيه اللي جايه. هي مراتي موجوده ولا مش موجوده؟ انا زي مامتك، يعني المفروض ان هي هتحترمني، انا حماتها. احنا كنا عاملين تيت لمسلسل اسمه ابيض واسود وغنته الرائعه سيمون، فاحنا نحب نسمعها لكم بالاصول العصر بقى مش ايامها بابيض واسود. بس قبل ما نعمل حاجه، انا سمعت ان مدام فاطمه نعوت الجبار دي موجوده. سمعنا ان نيفين علومه موجوده، هل ده فين؟ انت لازم تقول كل الناس بقى، ما ينفعش كده، صح ولا لا؟ في ناس ثانية موجودة؟ احنا بنحيي كل الجمهور اللي موجود، تحية للجمهور اللي موجود كده. حافظ ال 110 مليون؟ يا موسيقار يا عظيم. هو ده كان أول تتر في حياتي وأول مسلسل في حياتي مع الفنان صلاح ذو الفقار، فتحية كبيرة قوي للفنان المبدع صلاح ذو الفقار. لا يرحمه، لا انسى البصلاء، وده اول تيتر ليا. حضرتك عايز تبدا دلوقتي ولا نستنى شويه؟